صيحة جديدة في عالم عروض الأزياء الراقية أضافتها الإمارات خلال مهرجان السياحة والتسوق السنوي في دبي هذا العام، حيث صاحبت هذه العروض البهلوانية أحد عروض الأزياء الراقية. على هذا الممشى خارج أطول برج في العالم قدمت أحدث مبتكرات الأزياء لفصلي الربيع والصيف العام 2014 من 12 علامة تجارية عالمية بالتعاون مع متجري إتوال ولابوتيك الراقيين. ليلى سهيل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات. تنظيم هذا العرض على برج خليفة كأحدى الفعاليات المتميزة في مهرجان دبي للتسوق في دورة 19، ومثل ما تعرفون دبي دائما تتميز بالريادة، وهذا العرض كان ريادة بالنسبة لنا بالتعاون مع إتوال. ويقول مدير إدارة الفعاليات والمهرجانات بمؤسسة دبي للمهرجانات إن الفكرة هي تقديم عرض فريد من مكان فريد هو أطول برج في العالم. ويستمر مهرجان السياحة والتسوق في دبي حتى 2 فبراير، ويقدم جوائز مالية وذهبية وعينية قيمتها الإجمالية 27 مليون دولار. جيهان لطفي، رويترز.